بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الفنان هشام الجدودي من سكنة مدينة أكادير بالضبط حي إحشاش. نطلب الله يتحيد هذا البلاء هذا ويدخل علينا هذا 2022 بالخير على جميع البشر كل شيء. أما بالنسبة للمشاكل فهي أنا دابا حارس سيارات كان نعس على الطوموبيلات المهم شي يعطيك شي ما يعطيك. المهم الحالة المهم شوية ماشي تالي يعني أنا أب البنت زوجة واخا مفروق معاها ماشي ما متلق ولكن ما متلقنش. جيت ضريت نجي للدارنا ما كاينش خدمه ما كاين والو يعني 3 سنين وانا جالس شويه صعيبه شويه. كيجي العيد كبير كيجي العيد الصغير الماء الضو مصاريف اخرى راسك بزاف د الحوايج. الحمد لله كنشكركم على هذه الالتفاته وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يفرجها من عنده هو اللي عارف الله سبحانه وتعالى. العشاء المغرب بلادنا راه زينه ولكن خاص شويه ديال هاد الامكانيات بينات حنا نرتاحوا نكتبوا نبدعوا. راه الممثل ما كيعرف الا التمثيل راه ما فنان ديما يبقى فنان راه بين الافلام راه الطريق الى كابول مع ام سعود وسعيده وسعدان مع ابراهيم الشكيري وطزيت مع ابراهيم الشكيري النيت مسلسل 4x40 مع ابراهيم الشكيري يعني مع مختلف لي برودكسيون شركه الانتاج الهيكل مع ياسين فنان وضيعين فاكادير مع ياسين فنان القراب مع محمد علي مجبود ايتماتن وزريفة مع عزيز السيح. المهم العديد يعني فايدة 51 مختلف الأعمال الفنية بين المسرح بين خدمت في الأفلام المزيغية وتشلحيت ومغربية أفلام سينمائية بحال هذاك اللي قلت الطريق إلى كابول ومسعود سعيدة وسعدان. المهم العديد من الأفلام راه الناس عندهم السمية عندهم راه يعني يجبدوا داك الشيء يا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا عطا الله وديما كان ديفوزا ديما كان في التلفازة ولكن ما كنستافدوا والو ما ندخل والو. التمازيغ السابعة مغربية دوزيام الأول كلهم كاع إلا الرياضية حيت هي ديال الرياضة. وكنتمنى من الله يفرجها من عندو ويرجع هشام كيما كان يعني أنيق ومالي في راسو. ما كايناش خدمة يعني ملي كنت كندير الموسيقى كنت كنغني في عراسات جات لي هذيك الفرصة الأولى ديال التمثيل بعدت على الموسيقى تدريجيا تحيدت منها صافي مابقيتش كنشوف الدراري لا والو مابقيتش كنحفظ مابقيتش كنحفظ يعني كما غني راه كيخصك ديما توجد بريباري وطلع الصوت ديالك والمسائل صافي. ملي اتجهت للمجال ديال التمثيل قلت زعما راه غادي تزيان يعني دقت واحد شويه الورقه في الاول ديك الساعه دخل الفيلم اندستري مع نبيل عيوش جات لي فرصه ديال البطوله ديال فيلم الهيكل مع ياسين فنان ديت الجائزه ماشي جائزه ديالي وانا جائزه فيلم ديال الفيلم لان بروميير رول سكوليت الهيكل الزيتونه الذهبيه في الصيف في الجزائر
المهم حاصل على ثلاثه الجوائز ديال الشو ديال فوكا، جائزه الكبرى والجمهور، جائزه الكبرى والجمهور. المهم الثالثه عفوا شهيت شويه مرتبك ما، وكنتمنى من الله القضيه تكون مزيانه ومزيان الوقت مزيان الوقت. يعني زعما راه الا بيت تهضر يعني مجموعه من العوامل، راه حيت كاين العامل بعدا المادي يعني باش تطلع لكازا وتستقر ترونسبور بزاف د الحوايج، حيت تما كاينين لي برودكسيون. انا دابا مثلا انا قادر كاينين غير شركات ديال الصر المال لا برودكسيون وحده اللي كاينه وما بقاتش كدير افلام هي فوزي فيزيون، اما ما باقي وما يصدر شركات عاديه كتعتمد على راسها وتقتلات، حيت كنا كنديروا مثلا كتخدم في سي دي بزاف ديال الممثلين ماشي غير انا كتخدم في سي دي، ولكن لا داك الانسان اللي كينفيستي فلوس ديالو كيعطي الرزق ديالو كيدير فيلم، الناس كيمشيو للانترنيت وتفرجوا فيه فابور ما كيشريوش الناس لي سيدي باش يرد السيد فلوسو، يعني خطره اخرى ما غاديش يستعم ما يزعمش. هو الا اعتمد على التلفازه دابا الاعمال ولات قليله، اعمال باك صاحبي بزاف د الحوايج بزاف د الحوايج. يعني حتى المنتج كيقول وانا غنجيب لاكتور من اكادير ونخسر عليه اللوجمون ونخسر عليه الماكله ونخسر عليه الترونسبور بزاف، كيقول لك اللهم نجيب شي واحد داير من كازا يمشي يخدم ويمشي ينعس في دارو. يعني حتى مساله البعد بزاف بزاف د الحوايج. يعني الممثلين المحللين حتى في القنوات واش هشام مبغيتش نهرس لاكارير ديالي، يعني الناس كيعرفوني بواحد المستوى خصني دابا الا غنخدم مثلا في الانترنت خصني ندير شي حاجه تتحمر الوجه، ما يمكنش ندير شي حاجه نامبورتو كوا بداو يقولوا راه ما ترضاش ما ترضاش. يعني غير الا غدير شي حاجه خصك دير شي حاجه مزيانه وتوجد ليها وتبريباريها وديرها على حقها وطريقها وتصورها مزيان يعني العشوائيه ما خدامش ما. يعني علاش الناس كيديروا 5 مليون المشاهده في 24 ساعه انت تمشي دير 10000 ولا 5000 ولا في الشهر شي حاجه راه ما يعني لا حاجه اللي منطقيه منطقيه شي حاجه ماشي منطقيه ماشي منطقيه. من غتوجه الرساله؟ كنوجه الرساله ديالي لله سبحانه وتعالى، يا ربي تسهل علينا وتسهل على الجميع، والوالدين ديالي نقول لهم سمحوا لي والخوتي يعني الناس يعني صبنوا ليك يصلوا ليك يديروا ليك يفعلوا ليك وانت ما يلاه كتكافى مع شي حاجه والو شي حاجه ما كايناش حاجه ايوا قول المسؤولين يهتموا بالفنانه راه الفئه المثقفه راه مهمه في البلاد راه ما يمكنش راه ما يمكنش. يعني دابا حتى العمل الجمعوي قل ولا قليل تمام مسرحيات قلال، يعني الدراري دابا راه ما يمكنش كلشي غيولي محامي ولا كلشي غيولي طبيب ولا كلشي غيولي مهندس ولا راه ما يمكنش ما يمكنش. كل واحد كيدير شي حاجه كل واحد عطاه الله واحد الموهبه خصي يلقى كيفاش كيفاش يوصلها ولا كيفاش يخدمها وكيفاش. يعني بنادم رسام ولا فنان ولا كويري ولا اي حاجه كما كنشجعوا مثلا كره القدم شجعوا الفن وكذلك بكل شيء الفن ككل. واو وكنشكركم الله يجازيكم بخير، وحتى انتم خاص يهتموا بكم حتى انتم غتوصلوا واحد الرساله للعباد الله على الواقع كتقولوا لهم بان اش واقع كتقولوا لهم اش واقع اش كاين. يعني انا ما عنديش مع الكذوب
غنقول الحقيقه حيت هذا الشيء عايشو وكيشوفوني الناس، ماشي انا نبدا نكذب نقول لا انا ولا او شكرا لكم. بالنسبه للتواصل مع هشام جدودي 06 67 60 11 42، 06 67 60 11 42، وشكرا وبارك الله فيكم.